بعد شقة وتعب وغربة 5 سنين، عريس مات جنب عروسته والسبب ان جاله سكتة قلبية وهو في الزفة. يا ترى ايه الحكاية؟ خبر حزين سبب صدمة للمصريين وعمل حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غرابته. عريس اتوفى وهو لسه في الزفة وسبب صدمة للمعازيم وللعروسة، وما كانش حد فاهم اللي حصل ولا مقتنعين بيه. اتوفى عريس في منيا القمح وهو لسه في العربية في الزفة جنب عروسته بسبب سكتة قلبية، وتحولت الليلة من أسعد ليلة في حياته لليلة حزينة على الحضور. دكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق نعى أهل العريس وقال الخبر من أسوأ الأخبار اللي ممكن نسمعها. كانت ليلة مفروض تكون من أسعد ليالي حياته، لكن قدر الله ما شاء فعل. الدعاء لروحه بالرحمة والمغفرة والأهل بالصبر والسلوان. وقال جمال شعبان إن لله وإن إليه راجعون. العريس الجميل مات بالسكتة القلبية وهو لسه في الزفة جنب عروسته في العربية. عريس السما كان اسمه إسماعيل محمد عبد الصمد. ووصف عميد القلب السابق اللي حصل وقال كان امبارح يوم فرحه وهو في طريقه لبيت الزوجية، وكان كله حماس وسعادة، وللأسف وهو في الزفة جنب عروسته في العربية حصلت له سكتة قلبية وتوفى. يعني بدل ما يستمتع بفرحته ويبدأ حياة جديدة رحل عن الدنيا. وقال كمان جمال شعبان إن العريس الجميل بعد 5 سنين من الغربة والتعب كان نفسه يبدأ فصل جديد في حياته ويعيش فرحة جوازه، لكن الفرحة ما اكتملتش والقدر كان أسرع. نسأل الله الجنة له والأهل الصبر والسلوان. كشف الدكتور جمال شعبان عن عوامل بتزيد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية بين الشباب، وقال إن في نوعين من العوامل، القابلة للتعديل والغير قابلة للتعديل. أول حاجة عن العوامل القابلة للتعديل، قال زي ارتفاع ضغط الدم، لأن الضغط المرتفع ممكن يكون ليه تأثير كبير على صحة القلب. وقال كمان إن مرض السكر، لأن السكر لو ما تعالجش بشكل كويس بيزود الخطر على القلب. كمان التدخين، لأن السجاير والمواد الأخرى اللي فيها نيكوتين بتضر القلب. واتكلم كمان عن السمنة المفرطة، إن هي بتأثر على صحة القلب. أما عن العوامل الغير قابلة للتعديل، قال زي التقدم بالعمر، لأن كل ما تقدمنا في العمر خصوصا بعد 55 سنة بيكون في خطر أكبر لتصلب وضيق الشرايين القلبية. وتاني حاجة التاريخ العائلي والاستعداد الوراثي لمشاكل قلبية.